كما تعلمون جيدا نظام حضارة الجزائر المسألة الوحيدة اللي كيعرف يديرها وهو الكذب لكن دائما ما كيكذب بشكل غبي ومثير للسخرية فكما تعلمون مؤخرا مجلس الأمن اعتمد قرار لإيقاف مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة وهو قرار غير ملزم ليس تحت البند السابع وإنما تحت البند السادس غير ملزم لا إسرائيل ولا لحماس اللي غادي نتحدثوا عليه هنا متابعينا الكرام وهو الفضيحة التي يمارسها نظام حاضرة الجزائر يحاول الركوب على الموجة ويحاول القول بأن الجزائر هي التي قدمت القرار هي التي قدمت القرار اسمعوا مزيان لأننا غادي نشوفوا التفاصيل ديال القرار وأشنو جا فيه بالتفاصيل المملة وجالسين كيصرحوا في البصبعي وجالسين كيكذبوا على الجزائريين المستحمرين والبصبعي جالس كيصفق وكيطبل وكيزمر وما عرفش الفضيحة اللي كاينة في هذا القرار إذا كانت حضارة الجزائر هي اللي صاغت هذا القرار أجي نشوفوا التفاصيل ديالو لكن بداية شكون هي هذه الدول التي قامت بصياغة هذا القرار القرار طبيعة الحال هو هذا أمامنا على الشاشة كما تلاحظون هنا عندك الإكوادور حضارة الجزائر جمهورية كوريا سلوفينيا سويسرا سيراليون غيانا مالطا موزمبيق واليابان عشر دول هي التي قدمت هذا المشروع شكون هي هذه العشر دول هي الدول اللي عندها عضويه غير دائمه في مجلس الامن عضويه مؤقته ديال سنتين هي اللي قدمت هذا المشروع نظام حضارات الجزائر في الابواق الاعلاميه ديالو كيقول لك الجزائر هي اللي قدمت المشروع اه والقرار ديال مجلس الامن القرار اس 2024 254 ها آه هو القرار خرج في انتما كتشوفوا هنا 24 مارس 2024 باش ما تقولوش راه كنكذبوا ولا ما عرفت شنو جايبين هذه الوثيقه من شي بلاصه اخرى ها آه هما الدول اللي قدمت هذا القرار يعني الدول غير الدائمه في مجلس الامن مزيان اجي نشوفوا هذا القرار اشنو فيه اللي جالس حضارة الجزائر نظام حضارة الجزائر كيطبلوا ليه وكيزمروا ليه وداير منه انتصار وداير منه ما شنو نشوفوا شنو فيه ان مجلس الامن اذ يسترشد بمقاصد ميثاق الامم المتحده واذ يشير الى جميع ما اتخذه في هذا الشان من قرارات تتصل بالحاله في الشرق الاوسط بما في ذلك قضيه فلسطين واذ يكرر التاكيد مطالبته بان تمتثل جميع الاطراف جميع الاطراف للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واذ يشجب في هذا الصدد جميع الهجمات على المدنيين والاعيان المدنيه كذلك جميع اعمال العنف واعمال القتال الموجهه ضد المدنيين وشوفوا هنا هذه راه درت ليها يعني اطرتها بالاحمر باش تشوفوها بشكل واضح وجميع اعمال الارهاب واذ يشير الى ان اخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي يعني شنو هنا هنا يصفون حماس بانها ارهابيه تقول لك ودي جميع اعمال الارهابيه واذ يشير الى اخذ الرهائن الى ان اخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي هذا هو القرار ديال مجلس الامن جالس النظام حضارة الجزائر كيطبل ليه يقول لك حنا اللي قمنا بالصياغه ديالو كيكذبوا في وضح النهار والبصبعي جالس كيصدق شوفوا القناه ديال مجلس الامن شنو كيقول جميع اعمال الارهاب واد يشير الى ان اخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي شكون اللي اخذ الرهائن هنا حماس كيتكلموا هنا على حماس زيد واد يعرب ببالغ عن بالغ القلق ازاء الحاله الانسانيه الكارثيه في قطاع غزه واد يعترف بالجهود الدبلوماسيه المستمره التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحده الامريكيه بهدف التوصل الى وقف للاعمال القتالية واطلاق سراح الرهائن وزيادة توفير المعونة الانسانية وتوزيعها مزيان يطالب مجلس الامن بوقف فوري لاطلاق النار في شهر رمضان في شهر رمضان ما قالوش وقف اطلاق النار بشكل دائم لا لك في شهر رمضان رمضان شحال باقي له الان 15 يوم 16 يوم شحال اليوم احنا في رمضان شحال باقي من رمضان يعني غادي توقف وقف اطلاق النار لواحد جوج سيمانات اسبوعين فقط اسبوعين ديال وقف اطلاق النار تحترمه جميع الاطراف مما يؤدي الى وقف دائم ومستدام لاطلاق النار ويطالب ايضا بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الافراج الفوري والغير المشروط عن جميع الرهائن هي صيغه اخرى موجهه لحماس لانه ما اختطفوا الرهائن وكذلك بكفاله وصول المساعدات الانسانيه لتلبيه احتياجاتهم الطبيه وغيرها من الاحتياجات الانسانيه ويطالب كذلك بان تمتثل الاطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الاشخاص الذين تحتجزهم تحتجزهم نزيد يشدد على الحاجه الملحه الى توسيع نطاق تدفق المساعدة الانسانيه الى المدنيين في قطاع غزه باكمله وتعزيز حمايتهم ويكرر تاكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقدم المساعدة الانسانيه على نطاق واسع تماشيا مع القانون الدولي الانساني وكذلك مع القرارين 2712 2023 اللي تصدر في 2023 وكذلك 2720 اللي تصدر كذلك في 2023 هذا هو القرار ديال مجلس الامن هذا هو القرار ديال مجلس الامن تخيلوا معي دابا هذا القرار بهذه الصيغه هذه اللي امتنعت الولايات المتحده الامريكيه على تصويت عليه وهو يصب في مصلحه اسرائيل وخا اسرائيل دايره 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 فيها حاله بان ما عجبهاش الحال ولا القرار ليس في صالحنا وما الى ذلك الولايات المتحده امتنعت على التصويت ما تستخدم حق الفيتو علاش؟ <applause> لانه في صالح اسرائيل وكيجي نظام حضاره الجزائر وكيقول لك ودي انتصرنا للفلسطينيين، باش ودي باش قولي قولي شنو انتصرتونا في الفلسطينيين؟ اعطيني هنا شي فقره في هذا القرار هذا كامل انتصرتو فيه للفلسطينيين. في حين بعد انكم كتكتبوا في وضح النهار كتقولوا انتوما اللي صيغتوا هذا القرار، في حين انها هي الدول ها انتوما هاد الدول كامله اللي هنايا هي اللي قامت بصياغه القرار عشر دول هي اللي عندها عضويه غير دائمه في مجلس الامن والنظام حاضرات الجزائر داير منا حاله وانتصار من تاريخي وما عرفت شنو اه خرجوا اه احمد عطاف يدير بيان ديال ديال مؤتمر صحفي دير مؤتمر صحفي وكانهم صافي وقفوا الحرب وكانهم انتصروا وداروا وفعلوا وما عرفت شنو في حين ان المشاركه ديال حاضرات الجزائر في هذه الصيغه هذه ما غاديش تجاوز 0.1% صفر فاصلة واحد في المئة أو محار أصلا واش كانت عندهم شي مساهمة في هاد آه الصيغة وإلا كانت عندهم مساهمة في هاد الصيغة فهما كيقول لك آه حماس بأنهم إرهابيين وبالتالي يقولون ما تقوله إسرائيل بصريح العبارة أنا أطرتها بالحمر وبالشكل العريض باش انكم تشوفوها وتقراو القرار ديال مجلس الامن اللي جالس الان نظام حضرات الجزائر كيحاول يستغلوه وكيكذب فيه وكيزور فيه وكيلفق فيه اللي بغا باش يكذب على حضارة الجزائر وباش يكذب على الجزائريين وعلى البصبعيين المستحمرين هذه المساله بطبيعه الحال هي معروفه ومعتاده على نظام حضارة الجزائر اللي دائما كيستخدم هذا النوع من الاكاذيب وهذا النوع من التزوير والفبركه من اجل الكذب على الداخل باش يقول لهم شوفوا راح درنا وحنا فعلنا وعندنا الدبلوماسيه وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا في حين ان المشروع اللي كانوا قدموه هما قدمته الجزائر ماشي دول غير دائمه العضويه للجزائر تشاهد شي ما عبروه ما تسوق فيه تسوق ليه وانا ذاك تم رفضه بالفيتو تم رفضه بالفيتو الولايات المتحده الامريكيه امتنعت لانه كما قلت لكم القرار باكمله في صالح اسرائيل لكن نتنياهو طلع تا هو مع راسه فين غادي وجالس كي كيتعنت في بعض الامور اللي هي من يعني الواضحات اللي خصها تكون في القرارات ديال مجلس الامن والامم المتحده هذوك شغلهم دبر راسهم فيها ولكن انا حاولت نوضح لكم قرار مجلس الامن اشنو فيه وسطرت لكم بالشكل الواضح على ابرز النقاط ديالو وهذا اللي كاين متابعينا الكرام واراكم في فيديو قادم